أنا أكثر شيء عاجبني في موضوع فتح السقف، مع أنه يعني يخلي الأندية اللي عندها ملاءة مالية تأكل الأخضر واليابس، ولكن أنا أحب الوضوح، يعني خلي الدعوة كلها على الطاولة، ليش نخلي شيء من تحت الطاولة؟ عندنا سقف وبعدين اللاعب يطلع زي فترة من فترات. قبل 4-5 سنين هذه يعني كانت أكثر شيء مضحك صار في الكرة السعودية، تذكرون سالفة اللاعب اللي يقدر يدفع ظهر مبلغ كذا بسيط أو رواتب أو شيء بعدين يحول نفسه من محترف إلى هاوي، تذكرونه ديك الفترة؟ فجأة طلعنا 7 مدري 8 من لعبة المنتخب محترفين قالوا بنحول هاوين، وكل واحد بيطلع من نادي انت محترف قاعد تاخذ فلوس، وبعد اللاعب قال لك ابغى اصير هاوي، كان اللاعب فجاه يبغى يصير فاعل خير، بيطلع من ذا النادي بيروح لذا النادي، لا والله انا ما ابغى اصير محترف. يعني كان ذيك الايام الموضوع مضحك، حتى لما حد سقف الرواتب كنا نقول وقتها انه في شيء حيتحط تحت الطاوله. ما في لاعب زي ما قال رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، ما في لاعب سعودي حياخذ السقف واللاعب اللي جنبه ياخذ له 4-5 مليون يورو ولا دولار، مش ممكن. يعني الموضوع زين مع انه يخلي يعني يقوي القوي اكثر ويضعف الضعيف اكثر. احنا خايفين من نقطه يا ابو جود، يعني مرحله وصلت ديون انديه الى 300 مليون 350 مليون، مرحله مراحل وصلت الى 300 مليون، يعني هل هناك اليه بضبط المصروفات على النادي؟ هذا التساؤل، يعني نتمنى احنا يعني نشوف ان شاء الله يعني انديه فيها 8 لاعبين مش 7 لاعبين، يكون الدوري اقوى. احنا شايفين الدوري الان قوي جدا، ما تقدر يعني اي فريق من المؤخره ولا الوسط ما تقدر يعني تتنبأ ايش بيسوي، ممكن يكسب اي فريق في المقدمه، لكن احنا ما نبغى لما يفتحون السقف يجيك النادي والله يدفع لها 400 مليون 500 مليون حطها ديون على النادي. يعني هذه المشكلة، مرت مراحل زي ما تكلمت قبل شوي، 300 مليون على الاتحاد، 300 مليون على الأهلي، 300 مليون على النصر، أندية كلها مديونة كانت.